نحن مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي ورح ننتقل مباشرة لفقرتنا الطبية لليوم. وموضوعنا الطبي كتير مهم، واليوم لأنه نسبة من الأشخاص بتعاني منه، وكتير من الأزواج بيكون عندهم رغبة بإنجاب طفل بمرحلة من حياتهم، ولكن بعد سنة أو اثنين أو أكثر من الزواج ممكن تظهر مشكلة العقم. هي المشكلة اللي ممكن تكون عند المرأة أو الرجل لأسباب كتير ممكن تكون معروفة أو مجهولة. فقد اليوم مهم يا عفاف قبل هيدا الموضوع إحنا نركز على الفحوصات الطبية إن كانت قبل الزواج، ونشيك أكثر على صحة المرأة أو الرجل. أهم شيء لازم إنه الطرفين يقتنعوا إنه يشوفوا الدكتور، وكمان صحيح. قديماً كانوا يفكروا إنه المشكلة هي بس عند المرأة ويرفض الرجل يروح لعند الدكتور ويفكر هذا الموضوع انتقاص من رجولته، ولكن اليوم الطب تطور وأثبت وأثنى على إنه المرأة والرجل هن المسؤولين الاثنين عن هي المشكلة، مشكلة العقم بين الرجال والنساء. رح يكون موضوع فقرتنا لليوم، ورح نعرف التداخلات بيناتهم وأهم العلاجات عن طريق البلازما والخلايا الجذعية، وكثير من الاستفسارات رح يوضح لنا ياهن اليوم الدكتور يلي صار معنا بالاستوديو، الدكتور هيثم عباسي، استاذ في جامعة دمشق واختصاصي بأمراض النساء وجراحتها ومعالجة العقم. ايضا يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم، اهلا وسهلا بالصبايا، صباح الخير للشباب المشاهدين، اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا دكتور. عم نحكي عن موضوع كثير مهم وحساس بهم نسبه كبيره من الناس، العقم. خلينا نوضح للمشاهدين بشكل عام قبل ما نفوت عن الاسباب والاعراض، شو هو العقم بشكل عام؟ تفضل. اول شيء نحن لازم نعرف العقم. العقم هو عباره عن وجود علاقه بين زوجين اقلها لفتره عام ولم يحدث ان حمل او عمليه انجاب خلال هذه الفتره، هذا يسمى احد اشكال العقم. بعد العام بشكل كامل يحدد بعدين طريقه المعالجه او اللجوء الى اي سبل للعلاج. طبعا هذا التعريف القديم. التعريف الحديث مع تطور العلم اثبت انه نحن بعد ال 35 سنه المراه بتتراجع عند الخصوبه وجود القيود لل 30 40% بتتراجع حتى ال 50%، فمشان هيك صار بدال السنه لسته اشهر يجب البحث وتحديد سبب العقم. العقم طبعا البحث فيه يكون للطرفين وليس لطرف واحد. حلو. لا يحمل السبب احد الطرفين لحاله، اما الطرفين او احد الطرفين، لكن العلاج والتشخيص يتم للطرفين. خلينا بالبدايه دكتور ننتقل للرجال، قد ايه ممكن اليوم يكونوا في نسبه منهم كبيره او ضئيله، او ما بنعرف مين الاكثر اليوم، النساء ولا الرجال، عم يعانوا من موضوع العقم، ولكن شو الاسباب عند الرجال؟ وبعد شوي بننتقل عند النساء. الاول شيء نسبه العقم في العالم تقريبا تتراوح بين 23 ل 30%. من هذه النسبه تقريبا 12 ل 14% عند الرجال، تقريبا تقارب الوضع عند النساء. طبعا احنا هون ما ندخل موضوع العمر، موضوع العمر شيء ثاني. تمام. هنحكي فتره الانجاب الطبيعيه المسموحه للطرفين. العقم الذكري له عده اسباب، اولها العوامل الوراثيه المخفيه، وهذا كثير احيانا بيراجعنا فيه عندهم تشوهات صبغيه. تؤدي التشوهات الصبغيه الى تراجع الحاله الجنسيه الذكريه. الموضوع الثاني هو المشكله الاصابه بتراجع وكميه النطاف الموجودة في السائل المنوي لأسباب مختلفة، منها مهنية، منها مرضية، منها حالة فيزيولوجية. بالأساس كان في آفة أدت لإصابة أحد الأعضاء التناسلية فأدت لتراجع هذا الموضوع. الموضوع الثالث هو الموضوع الفيزيولوجي، الناحية التغذية والعادات السيئة الموجودة تؤدي كمان لحالات العقم عند الذكور. هدلون الثلاث أربع حالات هدلون بدنا نقيم فيهم خلال الذكر حتى نقدر نقول شو ناحيه الاصابه الموجوده عنده، وين الضعف الموجود عنده، ومن ثم يحدد موضوع العلاج. تمام. طيب من اسباب العقم عند الرجال خلينا ننتقل لاسباب العقم عند النساء. اليوم الاسباب ممكن تكون ظاهره او ممكن ما تنتبه لها المراه. اليوم خلينا نوضح، ممكن تكون دكتور وراثيه او نتيجه مشاكل معينه بتكيس المبايض او اورام بالرحم، خلينا نوضح هذا الموضوع. على العقم الأنثوي أول شيء هو موضوع كبير. في البداية أول شيء نأخذ ناحية النمو عند الفتاة. الناحية الفيزيولوجية للنمو عند الفتاة البيولوجية تعكس تطور الحالة الفيزيولوجية والبدنية للفتاة، من تطور أعضاء التناسلية الظاهرة والباطنة للفتاة. اثنين،
الظاهر الثاني، الموضوع الثاني هو كيفية توازن والتزام الدورة الشهرية عند الفتاة، وهو العرض الظاهر المباشر. أيوة. هلا بيجي الخطوة اللي بعد منها، هي هالفتاة هذه إذا عندها مشاكل، في عندها مشاكل وراثية أو مشاكل بالمورثات أو مشاكل مرضية أو مشاكل غذائية وشام. تعب عندنا في هنا الشائع جدا 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 هو الإصابة بمبيض متعدد الكيسات PCOS، مبيض متعدد الكيسات عم تكون نسبته عمليا مرتفعة بالشكل الكلاسيكي عالميا، هو ما بيتجاوز 8-9%، لكن طور نفسه هذا المرض وعند ياخذ أشكال جديدة وصلت ل 42-43% نسبة الإصابات. من أحد مشاكله واختلاطاته هي العقم، اختلاطاته كثيرة هو، بس من أحد الاختلاطات هو العقم. نحمد الله هلا الناحية الجمالية تبع الفتاة هي تخليها تلجأ لطبيب النسائية أو طبيب الجلدية، وبنلاحظ عندها إنه اكتشفنا نحن عندها مبيض متعدد الكيسات، لو ما هي الناحية الجمالية بجوز ما كان راجعوا إلا في حالة العقم. الموضوع الثاني هي الموجودة عند الفتاة بجوز يكون أدي إلى مشاكل، هذه مشاكل الالتهابات الشديدة، الالتهابات التي يظن غالبية المجتمع أنها تحدث فقط عند المرأة المتزوجة، هذا غير صحيح. الالتهابات تحدث في جميع الأعمار، من ناحية النظافة الشخصية، من ناحية الكونتاكت ملابس أو إلى آخره، من ناحية استعمال العطور أو المزيلات الشعر كذا، كلها تلعب دور. هذا كلها تؤدي أحياناً التهابات، والتهابات بدورة تؤدي إلى التصاقات، وأحياناً تؤدي إلى إصابة كبيرة بالالتهاب التهابي حوضي. هذا كلها تؤدي إلى نوع من أشكال مختلفة من العقم الأنثوي. طيب دكتور، خلينا ننتقل للعقم يلي بتكون أسبابه نوعا ما مجهولة أو غير واضحة، ممكن بعض الأطباء أو بعض التشخيصات ما وصلت لسبب رئيسي لحتى يحددوا شو السبب العقم عند الرجل ولا عند المرأة. هلا مثل ما حكينا في البداية إنه نحن يجب أن نلجأ للعلاج أو التشخيص أقلها بعد 6 أشهر من علاقة جنسية بشكل دوري. بعد 6 شهور بإمكاننا نلجأ بقى للإنفستيكيشن، للبحث عن أسباب العقم. طبعاً للأسف الشديد الموجود حالياً وغالبية الأطباء بيسووا إنه بلشوا عملية التحريض عند الأنثى وبكميات هائلة وبشكل جائر، وهذا بيؤدي لاعتلالات هرمونية فيزيولوجية عند المرأة. نحن لا نلجأ للتحريض إلا في لحظة معينة من التشخيص الصحيح. طب شو بدنا نلجأ لشو بعملية التشخيص عند الزوجين؟ نحن أول شيء بعد التأكد من سلامة الأعضاء التناسلية والأعضاء الجهازية عند الزوجين يبدأ البحث إنه شو القصة. طبعاً هلا كتير بيقول لك إنه في عقم غير مجهول السبب، هذه كلمة مجهول السبب حقيقة غير موجودة. يجوز عدم دراية الطبيب بالسبب الحقيقي، أما مجهول السبب بشكل نهائي هذا ما في مجهول. ما بتصير. هذا اسمه إذا مجهول السبب معناته وجود ضياع للأجهزة أو ضياع كامل لجهة معينة، شخص تاني من العملية البيولوجية. أما نحن عدم معرفتي بتشخيص لا يعني إنه انتهاء الوضع. الطرق التشخيصية مختلفة، من طرق هرمونية لطرق فيزيولوجية لطرق تشخيص شعاعي لطرق الإيكو ما شابه ذلك، التي يحدد بذاكرتها مباشرة عملية الإصابة، وليس فقط عند الزوجة، عند الزوجين. يعني احنا كثير احيانا بنلجأ بنلاقي المريضة عم تتعالج صار لها سنة وسنتين وثلاثة والزوج لا يعالج. وقت بنعمل قليلا من البحث بنلاقي انه الإصابة كليات عند الزوج. هذا شيء غلط. هذا غلط، عم تدفع الثمن المرأة احيانا اعمال جراحية وتدخلات. الموضوع الثاني هو الفيزيولوجية الرحم. فيزيولوجية الرحم تنعكس عنا بالدورة الشهرية. يا ترى انتظام الدورة فيها نزف ما فيها نزف، فيها ألم ما فيها ألم، هذا من أحد الأسباب. ثاني موضوع الثاني وهو الفحص السائل المنوي. فحص السائل المنوي للأسف الشديد عند يكون فقط بشكل رقمي، وأحيانا عند يكون بمخابر نانا ذات قيمة. نحن لازم نفحص السائل المنوي، سائل المنوي فحصه مورفولوجي لتحديد نوع وشكل النطفة. يعني ما بيكفينا عدد النطاف والحركة المباشرة، لازم يهمني أنا حجم النطفة، رأس النطفة، الأكراسوم تبعها، شكلها، اللزوجة، هذا كلياته يجب أن نحدد، لأنه هذا بيلعب دور حسب ما يقول المجتمع انه هذا عقم مجهول السبب. اذا عرف السبب هون يعني مباشره بطل العجب. احيانا كثير بيكون عندي ياخذ ادويه مثلا لتنشيط حركه النطاف، وعندنا احنا مشكله اعتلال براس النطفه، فالاعتلال براس النطفه هون صار له ادويه خاصه فيه. ونفس الشيء الفتاه بيكون عندها مثلا اعتلال بالدوره الشهريه واعتلال مثلا بهرمون الحليب، وتكون مشكلتها هي بالدرق وليس بالهرمون الحليب ولا بالدوره. فبدها تحديد السبب.
هذه هي القصه. طيب دكتور، خلينا نروح مباشره لرحله العلاج. اليوم اكيد عندنا علاجات عديده لحتى نعالج هي المشكله سواء عند الرجال او حتى النساء، ولكن بدايه خبرنا اكثر عن تقنيه البلازما والخلايا الجذعيه لعلاج العقم عند الرجال والمراه، شو بتخبرنا عنها اكثر؟ هلا اول شيء، شو هي الخلايا الجذعيه؟ هي خلايا البدئيه اللي بتشكل من الانسان بشكله وتكون هو مرحله امبريون بحمل الجنين، بتشكل من المريقات الثلاثيه ومن ثم بتشكل تباين هي للعظم، للدماغ، للاعصاب، للاوعيه الاخرى. العلم تطور فاستطاع ان يفرز بعض الخلايا الجذعيه الموجوده في الحبل الصدري عند ولاده الجنين، لكن الاستفاده من هذه الخلايا الجذعيه فقط كان لهذا الجنين في حاله الاورام او الاصابات الموجوده في جسمه. طبعا الخلايا الجذعيه تستطيع ان نستفيد منها عندما توضع في اي جهاز مصاب بان تعيد بناء هذا الجهاز بشكل جديد. او بشكل اخر بامكانها تعيد الشباب للجسم بشكل كامل وتعيد يناعته وتعيد ترتيب الجسم بشكل كامل. مع تطور الانسان بالعمر تتراجع تواجد الخلايا الجذعيه بجسمه وتصير هرمه وتصير موسومه. تطور العلم، صار يستطيعوا يخرجوا الخلايا الجذعيه بواسطه مسفلات معينه بتمرير كتله دمويه تبع الانسان على هالمسفلات، فخرجوا سنت او 2 سنت من الماده الخلايا الجذعيه. مع تطور العلم ثبت انه هذا ممكن تؤدي لاصابات التهابيه وتؤدي لعجز عند الانسان. فتم اللجوء الى موضوع ثاني وهو البلازما. طبعا البلازما هو للاسف الشديد اخذت احنا عندنا منهج غير صحيح وصارت مبتذله يعني. البلازما هي لتجهيز العمل بها بديل عن خلايا جذعيه هو وجود العوامل النمو جروث فاكتورز. الجروث فاكتورز اللي هم بتوضعوا على الترامبوتسيت، الترامبوتسيت هذا باعصابه ايديه وايدي ورجليه بتواجد هو ضمن البلازما. تسفيل البلازما له طرق معينه لتحصيل اكبر كثافه معينه من الترامبوتسيت الذي بدوره يحمل عليه العوامل النمو. عوامل النمو هذول تنطلق بالجسم وتحرض الكتله الجسميه لانشاء خلايا جذعيه جديده ستيم سيلز. هذول بدهم فتره زمنيه. فاوجدوا مواد تستطيع ان تطلق الجروث فاكتورز من الارشيدون اسيد، من جلوكونات كالسي، ومن الميزو. وصار يشتغل عليها. طبعا هاي البلازما اللي عن المبتذله اللي عم يشتغلوا فيها كثير ناس هذا غير صحيح، لانه هاي بلازما عماره عن ماده سائله. طبعا التجربه هاي بحد ذاتها بالعالم كلها غير مؤذيه للجسم، لانه الاستفاده من خاصيه الجسم، يعني احنا ما عم نستقبل ماده اجنبيه. طبعا من فتره وقت طلعت انا بعثه، كان جزء من البعثه هو الاعتماد على البلازما في تنشيط الخلايا الجذعيه الموجوده ضمن المبيض او ضمن الخصيتين، وفعلا هنيك بلشنا بالتجربه وشغالين فيها مع المركز اللي كنا فيه بالاساس، وانا مستمر فيها بشكل شخصي بتحضير اوساط معينه غير الاوساط اللي ذكرتها الثلاثه، اوساط معينه عم تعطي نتائج اكثر من يعني بتتراوح بين 12 ل 13%، وعطتنا نتائج جيده خاصه بتراجع المبيض، تراجع الخصيتين، وعم تعطينا طبعا ممكن نجرب لسه تجارب ثانيه مثل في بعض المشافي عندنا اللي عم جربوها صاروا على المفاصل، عم جربوها على الاوعيه الدمويه، على اعتلالات الجلديه هون في سوريا. طبعا بالعالم صارت اخذت افق كبير، لانه هاي الماده هي وقت عم توضع بجسم الصحيح وبالشكل الصحيح وبالتركيز الصحيح عم تطلق عمل الخلايا الجذعيه، وليس هي الاساس. يعني نحن الاساس فاهمين الناس انه هي البلازما بتعالج، مو هي البلازما بتعالج. البلازما الحاويه على الترامبوتسيت عالي، ترامبوتسيت عالي فيه جروث فاكتورز، جروث فاكتورز ينطلق باسباب اوساط معينه، هالاوساط المعينه تنشط الجروث فاكتورز، الجروث فاكتورز وقت بينطلق مثل بيعطي عمليه اطلاق للخلايا الجذعيه غير موسومه لبناء اجسام جديده للجسم. هذه طيب دكتور، خلينا نركز اكثر على النتائج يلي حكيت عنها، قد ايه ممكن تكون نسبه تحقيقها بطريقه ايجابيه اكثر، بحيث انه كمان الاشخاص اللي بدهم يلتجئوا لهي الجراحات او البلازما والخلايا الجذعيه كم مره ممكن لحتى ياخذوا النتيجه اللي بدهم اياها، بحيث انه كمان ما يفقدوا الامل او ما يصير عندهم يأس او من اول مره انه خلص نحن ما بقى بدنا؟ هلا هي اول شيء المعالجه بالعوامل النمو محدوده، لانه لساتنا هلا الاوساط اللي عسمنا اطلاق الماده هي ما انا معروف بشكل كامل. تمام. يعني مثلا الاوساط اللي بستعملها انا ما بتستعملها منطقه ثانيه، يعني اوساط شخصيه ريثما يوم ما تنتهي البحث العلمي وننشره وناخذ عليه بعدين الموافقات الكامله. الموضوع الحقيقي هو انت وقت عم تفوت على عجز، بس بتجينا مريضه عندها مخزون الإباضة مثلا 0.1 0.2 0.3، بالطب هي ما لها شغل. انت
انتهى المفعولة، فما في حل قدامها إلا ترجع وتلجأ لعوامل النمو. عوامل النمو هي يجب أن تزرع في الأعضاء التناسلية ويجب أن تزرع في المبيضين، وجوز تحتاج لأكثر من جلسة لحتى تؤدي هذا الشيء اللي بدوره بحد ذاته يستطيع أن يعيد عمل بناء خلوي جديد ويعيد بناء استركتورة، يعني نشاط عمل المبيض لفترة زمنية بسيطة. على جوز العلم يوم ما يتطور يصير يعطي جرعة تراجع الأعضاء تشتغل بشكل شباب كامل، بس هذا لسه مو موجود، بس احنا ماشيين بهالطريق هذا، يعني هو إعادة إحياء الأعضاء للعمل مرة ثانية، إعادة إحياء مرة ثانية عمل خصيتين لإنتاج النطاف. متشرب النسب، أنا مثلا النسب عندي وصلت ل 12%، طبعا هي نسبة كتير قليلة تعتبر، لأنه الإصابة، بس شو المشكلة؟ الإصابة عم تكون كتير صعبة، يعني جينا حالات إحنا الإصابة فيها كتير صارت عالية، أو بيجيني عمر متقدم كتير، يعني كتير أنا كتير براجعين النساء مثلا بعمر 48 و50 52 سنة، يعني هذا شوي صار يعني شيء مو منطقي صار، فهمت شلون؟ فالطريقة هي صحيحة وغير مؤذية، للأسف الشديد كتير ناس بتصير بتحكي إنه مؤذية، هي غير مؤذية، أنت عم تستعمل مادة من الجسم وعم تكون الإضافات هي إضافات ميديكمنت، يعني مواد طبية منشطة فقط للعوامل النمو. طيب سؤال دكتور، اليوم في أنواع للعقم أو في درجات اليوم إن كانت خفيفة أو إن كانت شديدة ممكن نوصل لمرحلة ما يفيد أبدا العلاج؟ خلينا نوضح هذا الموضوع. أول شيء عندنا أعقد هو أنواع العقم هو العقم المناعي، وهو وجود أسباب مناعية للطرفين لا تسمح بعملية استمرار عملية الانقسام أو عملية التعشيش أو عملية الإلقاح. العقم النوع الثاني عندنا يا كمان في عندنا كثير هذا موجود بشكل كميه كبيره كمان، العقم عدم التوافق، عدم التوافق. بعدين بيجي عندنا موضوع ثاني من اشكال العقم هو وجود اصابه جهازيه اما عند الرجل واما عند المراه، يعني كثير انا بيجيني مو كثير طبعا موجود حالات كثير في عندي رجال بالظاهر رجل لكن بالواقع هو مورساته غير سليمه. يعني هلا عندي كيس ريبورت قريبا ان شاء الله راح ينزل، طبقنا على احد هدول الحالات الشذوذ الوراثي وحصلنا نطاف حوالي 100 نطفه حصلنا، هذا سببه شذوذ وراثي، احيانا بيكون هالشذوذ وراثي كمان عند المراه. هلا بيجي النوع الثالث من العقم هو العقم الابسط وهو الالتهابات، لكن اذا الالتهابات كانت شديده تؤدي الى داء حوضي التهابي، هالداء الحوضي الالتهابي يسبب التصاقات شديده ضمن البطن وتلتصق الأعضاء التناسلية عند المرأة وتؤدي عقم مطلق. بيجي بعدين العقم المرضي، ومنه أعقام مرضية هي السل. للأسف شيء صرنا فترة لعن نلاحظ أنه في إصابات سل أعضاء تناسلية هي تؤدي للعقم. معناته نحن ترتيب العقم هو نقدر نقوله في عضوي جهازي، يعني بيجي النوع الثاني أشكال وتشوهات الجهاز، النوع الرابع الالتهابي، بيجي بعد منه عدم التوافق، بيجي المناعي، بيجي الاضطراب الوراثي، وبالاخير اخر شيء بيجي وهو ابسطهم هو عدم المعالجه الصحيحه واللي عم تحدث اكثر شيء. ذكرت شيء كثير مهم دكتور، وممكن كثير من الاشخاص يجهلوا او يفكروا انه السبب مجهول هو عدم التوافق. في كثير اشخاص بنشوفهم تزوجوا بس ما جابوا اولاد من بعض ومستحيل انهم حتى ينجبوا، ممكن انت هون عم تدرج سبب عدم التوافق. بنشوف حدا منهم مثلا فصلوا، كل حدا قدر يجيب اولاد من الطرف الثاني، كيف ممكن هيك؟ هلا رح اعطيكي عدم التوافق شيء بسيط، نحن بتحليل السائل المنوي مثلا بنلاحظ اذا عملنا تحليل سائل منوي وهذا اللي عم يجينا كثير مثلا انه التحليل طبيعي والحركه سليمه. طيب يا دكتور هل لجأت انت لتحليل هذه النطفه؟ يعني تحليل نوع النطفه؟ لا، تحليل نوع النطفه وشكلها وتركيبها هو اللي بيوحي لنا شو العامل المناعي. ترفضه جسم. هلا الموضوع الثاني في شغله سبحان تعالى الله خلق شغله انه نحن في عندنا شيء اسمه الجسم الطرفي او جسم التعارف. تصور لو كان هذا فيه تشوه فكانت كثير غالبيه الاطفال مشوهه نمت. لا، بنلاحظ نحن العقم وتكون في عله بالجسم الطرفي لا يتقبل الجسم وهو حفاظ على الجنس البشري. عرفت شلون؟ فوقت نقول نحن عدم توافق هذا بده دراسه كثير كثيره على مستوى الخلوي للنطفة وليس للسائل المنوي. وبنفس الوقت الدراسة الوراثية الفيزيولوجية للمرأة، يعني مثلا احنا وقت جينا وحدة كثير بيجيني مثلا بتسقط على الشهر الرابع او الشهر السادس وبيعطوها مثبتات وكذا، هذه بس بنعمل لها كاريوتايب بيطلع عندنا في عندها تشوهات بالصبغة 16 او الصبغة 21 او 22،
هي يعني ما راح تزبط مع الامور، لانه هذا التشوه الصبغي ما بيخلي الحمل يستمر، ممكن ينجبوا من اطراف ثانيه. هي اذا عندها مشكله بهذا الصبغي وترافق هذا الصبغي تشوه مع تشوه الصبغي عند الاب، توافق يعني صار الامشاج متساويه، فما بيستمر الحمل لو اخذت مثبتات. فنحن لازم نحدد، نحن تصير عندنا حاله اسقاط مره واحده، اسقاط اثنين، او عدم التوافق مره اثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وعدم امكانيات حمل، وبنعمل حمليه حقن، واحيانا بنعمل طفل انبوبه ما بيمشي حال. لازم هون دراسه بصفه المورثات والفيزيولوجيا للنطفه وللبيضه للكاريوتايب. تمام دكتور هيثم، يعني حسب خبرتك الطبيه وحسب مراجعات المرضى اللي عندك على العياده، برايك اليوم شو شفت اكثر، نسبه العقم وين موجوده ان كانت عندنا بسوريا، عند المراه اكثر او الرجل؟ شو السبب؟ بقول لك شغله، هلا نحن دائما نحن من الناحيه الاجتماعيه عم نشوف الخساره تكون على المراه. ودائما بنبه انا بالكليه وبالدراسه وبالمحاضرات انه يجب ان نكون حساسين بهذه الناحيه. انتهاك العلاجات الصحيحه للمراه تفقد كميات الخصوبه تبعها، وعمر الاخصاب عند المراه قصير. يعني المراه عندها 400 بيضه بشكل فيزيولوجي، هدول 33 سنه و3 اشهر، لكن هاد بجوز يكونوا 20 بيضه، بجوز يكونوا 100 بيضه. وقت بيصير احنا التلاعب بالعلاجات الغير صحيحه للمراه، نزلنا لها سن الاخصاب. تنزيل سن الاخصاب معناته ادخال المراه وين؟ بسن ضهي، يعني صارت ختيارها هي وصغيره. بتلاقي بنت مثلا قالصين بيوضع عمرها 25 سنه، فيزيولوجيا عمرها 25، لكن عمليا صار عمرها 50 سنه. انتهت الاباضه عندها. فنسبه الخصوبه عند الاناث مثل ما احكي لك هي العقم تبعهم اكثر تقريبا من 16 ل 17 بالمية، عند الرجال 12-13، يعني في 4-5 بوينت فرق بيناتهم. اوكي. والسبب هلا بقول لك، السبب الزائد اللي صاير عندنا هو عدم الدراسة الصحيحة. عدم الدراسة الصحيحة. طيب دكتور، ذكرنا طرق علاج وأهمها البلازما واليوم والخلايا الجذعية، اليوم كأنه ما ذكرنا طفل الأنبوب أو العلاجات الثانية، شو فينا نحن علاجات ثانية نحكي؟ هلا أنت حكيتي نتيجة إخصاب. نتيجة الإخصاب. نحن عم نحكي علاجات العقم، علاجات طبعا. العقم وهي ما قبل طفل أنبوب، ما قبل الحقن، ما قبل العلاقة الجنسية. يعني نحن أول شيء بنجهز الطرفين فيزيولوجيا بوجود نطاف وسائل منوي مقبول، بوجود إباضة مقبولة، بوجود بطانة رحم جيدة بانتظام الدورة وانتظام الهرموني، ومن ثم نحن حسب هالنتائج هدلوني مثلا إذا في ضعف عند الرجل أو في انسداد على المرأة، نلجأ للإخصاب المساعد وهو طفل أنبوب أو الحقن أو كذا حسب وضعية الزوجين. نحن طبعا الإخصاب المساعد طفل الأنبوب أو الحقن له شروط، يعني طفل الأنبوب هو يأتي ويكون إحنا ما في إمكانية عملية إلقاح ضمن أشكال الفيزيولوجية الطبيعية. أما الحقن المجهري هو يأتي ضمن آلية ضعف السائل المنوي للوصول للبيضة للنطفة، فنأخذ النطاف وننشطها وندخلها للرحم. لكن اليوم بعد العلاج العقم يأتي تحديد نوع الإخصاب الذي بدوره مثل لك اما النكاح الطبيعي واما الحقن واما طفل أنبوب. هي كل العلاجات دكتور، العلاجات ومن ثم الاخصاب المساعد. تمام دكتور، بالختام خلينا نعطي نصائح لكل حدا عم يتابعنا، وناكد كمان على اهميه اجراء الفحوصات الطبيه ما قبل الزواج. طبعا هو اهم نقطه هي انه ما في فرق بين الزوجين بالمعالجات، هي واحد. اثنين، الادويه الالتهابيه يعني يجب ان ياخذها الطرفين. ثلاثه، ايجاد الطرق الصحيحه في معالجه الطرفين وليس اللجوء فقط للتحريض قبل أي إثبات لعملية الخصوبة. أكيد بالختام بدنا نشكرك دكتور، وأنا أكيد على كل المعلومات القيمة يلي قدمت لنا إياها، وممكن اليوم أنا وكثير من الأشخاص ممكن نكون منجهلها. شكرا لتوضيحك لبعض النقاط المهمة، شكرا لك. الله يعطيكم العافية، وشكرا لكم على البرنامج الجيد وعلى النصائح اللي عم تدوها لهالناس، وشكرا لجميع المشاهدين. الله يعطيكم العافية. أكيد دكتور هيثم، شكرا لك ولكل المعلومات الطبية اللي قدمتها لليوم. أهلا وسهلا. وشكرا للقيمين على الموضوع كمان. أكيد. أهلا وسهلا.